يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تمثيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المدارس، حيث إن هناك من يفتي بجواز ذلك لطلاب المدارس؟ هذا حرام ولا يجوز، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمثيل الصحابة، ما يجوز هذا لحرمتهم وقدرهم ومكانتهم. يجي واحد سفيه ولا فاسق أو كافر ويمثل أبا بكر أو عمر، من يقول هذا؟ نعم.